كي كنعرف على السيده الله يعمر ليها الدار من اطيب خلق الله، هذه اللي توفات الله يرحمها جارتنا ملي كاع جابها السيد جابها تزوج بها جارتنا من اطيب خلق الله، درويشه وما كتخرجش للخارج حدا لا نشرت شي حويجات تما، وعندها ثلاثه الوليدات صغير فيهم عنده ثلاثه شهور، البنيه تقريبا شي اربع سنين يمكن ولا ثلاثه سنين، واللي تابعه وليد عنده عام وشي حاجه، وهذا الوليد الصغير عنده ثلاثه شهور. اللي كنعرفوا حنا كنعرفوا هاد الدري قبل ما يجيب هاد السيده كان الله يعمرها دار درويش، ما نكذبوا على الله كبر معانا في الدريبه درويش الله يعمر ليه الدار، امه الله يعمر ليها الدار، داكشي اللي سمعنا قالوا خطبه 12 مرات ولا ثلاثه ورجعت. مؤخرا كنسمعوا قالوا مريض، قالوا راه مريض، طلباتهم امه قالت لي مدوا شوفوا لي شي امه مريضه نعسه شاده الفراش، قالت لي مدوه لي شي طبيب ولا شي حاجه، هذه مؤخرا. Thank you.